بسم الله الرحمن الرحيم. مرة تانية كل سنة وانتم طيبين، وأرجو أن احنا يعني ما نكونش أثقلنا عليكم جميعا يعني، وحرمنا الأسر من سحور أول يوم يعني، لكن كان مهم أوي أن احنا نبقى موجودين مع بعض لمناسبة جميلة زي كده. فكل سنة وانتم طيبين، ودايما أيامنا إن شاء الله تبقى أيام طيبة وجميلة وفيها كرم ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يعني. فمش عايز أعطلك أكتر من كده، لسه هنكمل حاجة تاني. فبشكر طبعا الشباب والإيد العافية اللي بتشتغل وبتعمل الأعمال الرائعة دي على مدى السنين اللي فاتت يعني. ربنا يديكوا الصحة وكملوا، وإحنا زي ما انتوا شفتوا كده، زي ما اتقال أرض كانت يعني كانت صحرا ما فيش فيها حاجة، ولسه شوفوا الدنيا بقت عاملة ازاي بفضل الله وبفضل جهدكم يعني. كل سنة وانتوا طيبين. تفضلوا تفضلوا.